خلينا نسوي ريلوكيت بيكون private method. خلينا نشوف شلون بنكتبه. private بيكون نوعيته void ما يسوي شيء. ما بيستلم شيء في القوس. إذن ريلوكيت بنحتاج شنو؟ أول شيء بنسوي لنا إيري ثاني وكاباسيتي ثاني. ليش بقول لكم؟ فبنكتب هنا شنو انتجر، خلينا نقول نيو كاباسيتي إيكوال الكاباسيتي القبلية ضرب 2، لأن ليش نبي نوسعه يعني يصير دبل. بعدين شنو بنسوي؟ بناخذ اري ثاني بنسميه نيو داتا مثلا، نيو داتا بنقول له نيو اوبجكت، بناخذ الكاباسيتي الجديدة اللي خذيناها نيو كاباسيتي تمام، ولازم كاستنج عقب ما سوينا الكاباسيتي الجديدة والديتا الجديدة. الحين بي وقت اللوب تمام، نقول له انتجر I zero إذن خلينا اللوب. الحين شنو لازم نغير الداتا، في وين نغيرها؟ كل التغييرات بنسويها في نيو داتا، فنقول له نيو داتا لأننا نبغي يكون مرتب، أن كل الداتا تبتدي من زيرو إلى هاي. ما نبغي مثلاً أن مثلاً الرير يكون في الزيرو وكذي، نبي يكون كامل مرتب. فشنو بنستخدم اي هني تمام إيكوال الداتا القبلية مالتنا the data. زين شنو بنخلي لها؟ لازم نسوي لنا variable جديد، مثلاً خلينا نسميه جي، نقول له integer j equal شنو front تمام، وهنا نخلي front عشان ما نغير في القيم حاليا. وعقب شنو ال j بيصير لها update، فشنو مثل ما عرفنا قوس j زاد 1 mod capacity، capacity مالتنا القديمة تمام. من كذي انا ما غيرت القيمة هني، سويت لي كاباسيتي جديدة علشان هالسبب، انه ما يسوي لي مشكلة ويا هالابديتنج. عقب ما يخلص كل شيء شنو اسوي؟ اقول له كاباسيتي ايكوال نيو كاباسيتي، بعدين اقول له فرونت ايكوال زيرو، كان اصفره يعني ابتدي من البداية. بعدين رير، والرير اخليه يساوي شنو؟ يساوي سايز اقل بواحد تمام، عشان يكون مرتب انه يمشي شنو بالترتيب. عقب اقول له the data equal new data كذا خلاص الريلوكيت. خلنا نضبط الاوفر مالنا هني فول، في حالة فول مفترض شنو يصير؟ ينادي ريلوكيت، وما يحتاج قوس بس مجرد نكتب ريلوكيت لأن سطر واحد كفاية كذي تمام. هاي الأوفر مالنا. إذن احنا خلصنا الميثودات الأصلية اللي يبغيها. الحين شنو يبغي؟ الحين يبغي لنا نسوي كلاس داخل الاري نفسه واسمه
Iterator زين ويبغي print. الحين بنسوي class Iterator و print. خلي ال print أسويه الحين وبعد برد بسويه عقب ال Iterator عشان يكون عندكم طريقتين إن شلون بسوي ال print. خلنا نشوف. أول طريقة أنا بقول له public بيكون void طبعا print ما بيستلم شيء. تقدرون تخلون string، تقدرون مثلا تخلون هنا variable string وكساي نضاف عليه، وايد في طرق يعني، ولكن أنا اللي أفضله حق نفسي إنه أكتب بهالطريقة. system dot out بشيل println، بخلي هني فتحة البراكت زين. خب طبعا بستخدم loop، فبقول له for integer i size بعدين i plus plus إذن في الحالة شنو بسوي؟ أحتاج شيء يساوي لي الفرونت، لأن ليش؟ على أساس الفرونت أنا بطبع، الفرونت هو أول شيء. فمثلا خلينا نقول integer j equal front تمام؟ فأول مرة لأن الفرونت مثل ما قلنا يطبع بعدين يتغير صار له أبديت إذا أبتدي من الفرونت، الرير بالعكس، أوكي؟ فبقول له شنو؟ بقول له system dot out خلنا نشيل println. احنا شنو بقول له؟ بقول له the data خلي j وهني خلي بعد نحط مثلا فاصلة او شيء كذي و space اوكي. والتحت شنو؟ بضبط الجي لأنه ما أبي أتلاعب في الفرونت وذلين بغير لي الديتا كامل، ولكن هاي جي بس مجرد خاص حق ميثود برنت وبعدين خلاص. فقوس نقول له جي بلس وان كاباسيتي مود كاباسيتي كذا خلصت اللوب. برا على هاي بخلي صكة و println عشان بس يترتب. خلينا نجرب الميثودات مالينا حاليا مدامنا وصلنا هنا وعندنا print. خلينا نقول q1 equal new خلنا نحط الديفولت حاليا q1 dot offer. سوينا offer كامل. خلنا نطبعه كذي بشكل العادي عشان نتأكد ان البرنت مالنا شغال بدون اي مشكلة. q1 dot print ومثل ما تعرفون print already void فما اقدر اخليه في system.out. مثل ما تشوفون طبع لي. خلى شوي نسوي تغييرات، يعني مثلا اني هني في النص ونقول له q1 زين pull مثل ما نشوف العشرة راحت لنا هي بالفرونت. العشرين هي الفرونت. خلنا نسوي بيك نشوف شنو اللي بيطلع لنا. نقول له q1 مثل ما شفتوا اعطاني العشرين. خلنا نجرب copy constructor. بنسوي كونستراكتر ثاني مثل
مثلا بنسميه Q2، بنخلي هني Q1 كامل، وعقب شنو بنسوي print حق Q2. تمام؟ فقبل ما نسوي print بس عشان نعرف، بنكتب هني Q2 نقول له Q2.print ونشغل البرنامج ونشوف. عندنا النال، خلينا نشوف شنو المشكلة. المشكلة الله يسلمكم نسيت هني اخلي other. يوم صار other الحين شنو قال لي؟ قال لي لازم نسوي لها casting. تمام؟ فبخلي هني اي وبسوي لها casting. مثل ما تشوفون بالضبط نفس القيم عندي في Q2. تمام؟ انا ساعات اخلي الاغلاط بس عشان لا سمح الله احد صاد هالمشكلة يعرف من وين يحلها. تمام؟ خلى الحين مدام خلصنا هالكلاس نبتدي نسوي لنا كلاس ثاني داخل هاي، بيكون inner class، بيكون private. لان ليش؟ دائما الانر كلاس بيكون برايفت، اعتقد هني بعد خبرنا، يمكن ما خبرنا، ولكن دائما الانر كلاس يكون برايفت. فنقول له برايفت كلاس، نقدر نسميه مثلا اتيتور او خلينا نسميه اختصار احسن. تمام؟ الكلاس مالنا، انا شوي نحط كومنت بس عشان نعرف ان هاي سكشن ثاني. زين، هو شنو يبغي امبلمنت؟ شوفوا هنا، شوفوا هنا شنو قال لي. قال لي امبلمنت اتيتور، كل الميثودات اللي في الاتيتور بافتراض اتي. اتيتور شنو هو؟ اول شيء خذها بروايكم، هني بكتب implement iterator تمام. هل ايرور عادي؟ خلي برايكم، بس قبل كل شيء خلينا نعرف iterator شنو. شنو انا سويت implement حق شنو؟ هو انترفيس تمام، وداخل فيه كل هالميثودات، has next remove وبس. اعتقد هاي اوكي، ما يحتاج نسوي. خلينا نشوف، بس هاي وايد مهمين، هاي ريموف والش اسمه وهذا لين. علشان يروح الايرور مثل ما تعرفون حق الانترفيس دايما لازم اجيب الميثودات نفسهم. فاختصار اقدر بدون ما اعور راسي هني اقول implement method ويعطيني كل هالميثودات. ابي بعد ريموف. تمام؟ شوفوا راح الايرور وهني طلع لي انه شنو؟ انه يايبهم من ذاك الهاي. وشنو الشيء الحلو؟ برز لي الكود اوريدي، سوالي ميثود وكل شيء وخلالي يعني ديفولت عشان افك روحي. اذن هني بحتاج اثنين فيريبل مهمين، اندكس وكاونت. تمام؟ بتعرفون السبب. انتجر خلنا نخليه بعد هاي، اوريدي الكلاس برايفت بس مو مشكله، خلنا نحط بعد برايفت. برايفت انتجر عندي index وعندي private integer count. تمام؟ هاي ال variable مهمين وايد. إذن وهو شنو بيصير؟ عبارة عن loop. هاي iterator هو loop أصلا، هو يسوي لي loop. شوف ان الفيريبل ما حطت لهم قيم، فمفترض علشان ياخذون القيم من وين؟ من الكونستراكتر مالهم. فشلون بيكون؟ بسوي كونستراكتر هني، بسوي لهم كونستراكتر بخليه public. public نسبة حق شنو؟ حق الكلاس اللي هم داخله. تمام؟ public
نفس اسم الكلاس. هالكونستراكتور شنو يعطيني قيم حق ذلين؟ حق الاندكس ابي يبتدي دائما من وين؟ من الفرونت، اوكي، وابغي الكاونت دائما يكون زيرو، تمام. سوينا الكونستراكتور. الحين خلينا نروح حق الميثودات الباقيه. هاز نكس مثلا، خلينا نشوف شلون نقدر نغيره. فشلون نغيره؟ هنا بنقول له لازم الكاونت يكون اقل من سايز. اذا اعطاني، اذا كل مره تشيك وشاف الكاونت اقل بيعطيني ترو، صار ازيد سيده بيقول لي فولس و بيعطيني فولس. هاي المهم عندي، لان هاي بخلي في وايل ال has next. فبقول له count اصغر من size. size من وين يا؟ من الكلاس القبلي، اوكي. زين، بروح حق next. next شغلته شنو؟ انه يراويني الالمنت اللي موجود. شلون بخليه يراويني الالمنت؟ اول شيء لازم شنو؟ ما يكون امتي. اذا امتي مفترض ايرور يا يطلع يا او اي شيء، تمام. فهني نقدر نستخدم از امتي، ولكن ما دامنا احنا في الكلاس خلينا نستغل الميثودات اللي موجوده. في متى بيعطيني مفترض يعطيني ايرور؟ في حال ان هاز ناكس اعطاني فولس، تمام. فانا هني هاز ناكس بكتب، ولكن انا ما ابغي ان اذا اعطاني ترو بيشتغل. اذا في حال اعطاني فولس، فشنو بسوي؟ بقلب العمليه. شلون اقلبه؟ اذا خليت علامه تعجب نوت، فاذا هني اعطاني ترو وصوب علامه تعجب بيصير فولس، فما بيشتغل الاف، تمام. بيشتغل في حال اعطاني هني فولس، هني بيصير ترو لانه علامه تعجب، تمام. في الحالة في exception معين بنستخدمه، no such element exception، تمام. هاللي بنستخدمه هاي already بصير import، اعتقد ما صار create constructor، مفترض يصير import. مفترض نخلي هني through new، لأن هاي يعتبر كأنه كلاس، وهني بيكون قوس، تمام. هو مفترض سوالي import already، سوالي import. تمام، في حال ان هالإليمنت مو موجود او طاف اللوب. إذن عقب ذي شنو بيصير؟ شوف هني نوعيته شنو؟ هاي object، تمام. يرجع لي القيم اللي داخل الهاي بنوعية object. فشنو بنسوي؟ علشان لان بنشوف الداتا كل مرة، بنخلي نوعية، نقدر نخلي object، نقدر نخلي اي برو، يمكن اي افضل. خلينا نحط اي اذا احتاج بنغيره. فشنو بنقول له؟ مثلا خلينا نقول له data equal the day، equal هني شنو؟ the data مالتنا، ولكن شنو تساوي؟ شنو تساوي؟ index اللي سويناه من قبل، تمام. بعدين مدام خذينا الاندكس اوريدي، خلاص سيبنا في the data، فشنو الحين؟ نغير الاندكس، نسوي له update. الابديت اوريدي انتو تعرفون، نقول index plus one، وهنا capacity. وشنو؟ لأن قاعد نمشي بالكاونت، لازم نسوي حق الكاونت بلس بلس، تمام، عشان ما يوقف لي كل ما يتحرك. وهنا شنو بيصير في الأخير؟ ديت. خلينا نشوف بيعطينا ايرور ولا لا. أعتقد لا، ما أعطانا ايرور، فتمام. مدام ما أعطانا ايرور، أوكي.
لان اوريدي كل الكلاسات اكستنت حق اوبجكت، فعادي اي شيء خليته يعني اوكي ما بيضر. زين هاي نسبه حق الاد سويناه، هو النكست. نكست هو يراويك شنو اللي عقب الاليمنت. زين الريموف، الريموف ممنوع 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 ان شنو اسوي ريموف من مكان ثاني. الريموف الوحيد بيكون عندي شنو بول. فمن كذي هنا شنو بنحط؟ بنحط ثرو اسمه ان سبورت اوبريشن اكسبشن. تمام، خلينا نحط هنا بعد نيو. تمام، اذا استخدم ريموف يطلع له سيده هالمسج، لان شنو ما نبغي ريموف في الكيو، نبغي بس عن طريق البول، ما نبي من هنا. اوكي، وهالميثود اوريدي موجود في الاتيتيتور، فما اقدر لازم احط له اي شيء، فخلينا له هالاكسبشن. زين هاي نسبه حق الكلاس اتيتيتور. خلى الحين نشوف شلون نقدر نغير في الهاي. على فكرة مفترض في الكلاس في الكتاب مكتوب شنو؟ ان نسوي ميثود ينادي للاتيتيتور. ليش؟ لان اذا ما سويت هالميثود وهاي اوريدي برايفت فما اقدر استغله في المين. فخلنا نسوي ميثود ان شنو يسوي لي اتيتيتور، وبراويكم شنو فايدة هالميثود. تمام، بنقول له public، فبنخلي نوعيته اتيتيتور يكون. تمام، ونسمي بقى خلنا نسمي اتيتيتور ولكن بالاي سمول، ما بيستلم شيء في القوس. مجرد شنو يسوي لي؟ يسوي لي ريتيرن حق اتيتيتور جديد، انه شنو يسوي ريتيرن حق اوبجكت باختصار. فشنو بكتب له؟ بكتب له ريتيرن، خب ما عندي اتيتيتور، فبقول له نيو نفس الكلاس اللي سويته وبس. تمام، هاي كذي بقدر استغله في المين بعدين اذا ابغي براويكم. خل اول شيء نغير الميثود برنت، بس قبل ما نغيره بروح حق ديمو بنشغل الفاليو عشان نشوفهم. شوف نفس الشيء 20 30 40 50. فمفترض الحين اذا بغيره بيطبع لي نفس الطريقة. زين بروح حق هالميثود، بروح حق ميثود برنت. خب البرنت الاول شيء بيكون الفتحة القوس بيكون ثابت. خلينا نمسح تحت كامل. شلون بقدر استغل الاتيتيتور؟ مدامي انا داخل inner class، زين هالكلاس already يعني صار في نفس الكلاس، فاقدر اسوي له object direct بدون مشكلة. فشنو بقول له؟ باخذ اسم الكلاس، اوكي خلنا بسميه مثلا اتيتيتور كاملة. equal new نفس الاوبجكت نفس الكلاس iter. سويت لي الحين اوبجكت صح، فبكتب الحين while iterator اللي سويته. يا تدرون خلا بغير الاسم، خوفي تتخربطون انه هو الهاي. خلا بحط بس اوبجكت كذي اضبط. اوكي هاي اوبجكت مال هالكلاس. شنو بحط هنا؟ كونديشن، بحط has next. تمام، ومدام سطر واحد وما احتاج اسوي ابديت، شنو بقول له؟ بقول له داخل السيستم دوت اوت اطبع لي next. شلون؟ بنفس الاوبجكت اللي عندي اياه دوت next بس، لا احتاج اسوي ابديت ولا شيء. يبقى علي اخر شيء انه شنو بس تسكت الهاي اسويها بروحي. في شيء بعد لا تنسونه، هني لا تخلون print line عشان ما يكون في سطر، وهني زائد خلوه دي فاصلة وسبيس، وهني سكت الهاي.
سكت البريستي. خلينا نشغل البرنامج الحين ونشوف، مفترض يكون نفس الشيء. تمام، هل تغير؟ ما تغير. هل الكود صار اسهل؟ صار اسهل، انا خطوة كاملة اختصرتها لانه اوريدي عندي اتيتور. زين، خلينا نشوف شلون نستغلها في المين. مثلا ما ابي اسوي برنت بهالطريقة، ابي اسوي برنت عن طريق، خلينا نقول ان انا بنفسي ابي اسوي البرنت. هاي بشيلها وخلي ذي بعد اشيلها، وراكم شلون فايدة الانترفيس. ان شنو اعرف لي اتيتور، عرف لي اتيتور الانتر شو اسمه الانترفيس هاي الاخضر، اوكي عرفه بهالنوعية. بسميه مثلا اي شيء، خلا بسميه اتر كيو مثلا equal new. الحين عندي خيارات يعني شاسعة، اي كلاس سواء امبليمنت حق هال انترفيس اقدر استغله هني، اقدر انادي مثلا خلينا نشوف اري ليست اوريدي اقدر انادي، لان ليش اوريدي هو مسوي امبليمنت حق هالكلاس. اقدر انادي، اقدر اخلي اري ليست او اي شيء ضمن هاي. لينكد ليست مو مسوي امبورت حق هالانترفيس فما اقدر استخدمه. الحين بنروح حق الميثود مالنا، لان شنو ما نقدر نخليه دايركت. شوفوا هني اذا خليته دايركت بيعطيني ايرور، اوكي ليش بقول لكم؟ لان هني انا ما سويت له امبليمنت دايركت. شوفوا هني فوق انا ما سويت له امبليمنت، تمام، هو صار كلاس داخل. فعلشان كذي الحل شنو اسوي؟ ناي هني من مكان اكتب نيو، شنو اقول له؟ اقول له q1 مثلا دوت الميثود اللي سويناه ساعة اتيتور هاي. خلاص الحين ابي استخدم لوب بنفسي بدون ما احتاج ان استخدم برنت. اقدر ان شلون اخذ الاوبجكت هاي دوت هاز نكست، تمام، بعدين بقول له مثلا سيستم دوت اوت، وهني بقول له نفس الاوبجكت دوت نكست، بشغل البرنامج. مثل ما تشوفون طبع لي الفاليو. الفكرة هنا شلون ساعات ابي اسوي عملية رياضية او اي شيء اقدر استغل بدون ما ارجع حق الميثود، وبدون يعني مثلا استخدم برنت او هاي، بيكون علي وايد اسهل كذي بهالطريقة. اوكي خلينا نشيك ريموف. اوريدي هاي فويد شكله ما يرضى، اوكي اوريدي خلوه فويد فما يرضى دخل سيستم دوت اوت، سيدا اعطاني اكسبشن. عاد الاكسبشن اللي خليته قال لي ما يصير ريموف، ما يسوي شيء. تمام، فهاي نسبه حق الاتيتور وكلاس هاي. خلينا نروح حق بارت بي من السؤال.